ماذا لو؟ ماذا لو عشنا 1000 سنة؟ هذا ليس خيالاً علمياً. مع تطور العلوم والطب خصوصاً، تتزايد معدلات الأعمار، وسنتمكن ذات يوم من مكافحة الشيخوخة. الآن بالفعل يحاول الأطباء التدخل لمكافحة الشيخوخة، ولديهم بالفعل العديد من الأدوات تحت تصرفهم. سنوقف الموت. قد تصل أعمار البشر إلى 1000 عام وهم بصحة جيدة. ماذا لو عشنا 1000 سنة؟ ماذا لو؟ برنامج أسبوعي يأتيكم كل سبت في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة.